انا مش مع اي حد يهين رموز دينيه، واخد بال حضرتك؟ احنا كشباب من صغرنا اتاثرنا بهم في حياتنا، واخد بال حضرتك؟ بالنسبه للشيخ الشعراوي وبالنسبه لاي حد احنا اتاثرنا بيه، ما ينفعش حد يهينه اطلاقا. الشيخ محمد متولي الشعراوي ده علامه، ومصر مش هتجيب واحد زيه، ويا ريت هي ما تيجي يمه بالمره. يعني واحد بيرفض اصلا حد يتكلم على ايه رمز من رموز التاريخ او الاسلام، بس الاسلام بالذات هو الخط احمر ما حدش يتكلم عنه. ما ينفعش اي رمز تاريخي ديني اي حاجه ان احنا نهينه. الرموز الدينيه دي حاجه عند كل شخصيه في الانسان، محدش يعرف محدش يقدر يهينها، لان هي بترمز ليك، وان لو حد انا يبقى دي انا ليك. محدش بيلغي اي حاجه طبعا. الشيخ الشعراوي ده بالذات حاجه اسطوره، يعني محدش بيعمل كده. الدين برضه حاجه لازم نلتزم بيها، وما ينفعش ان احنا نتكلم غلط عن ديننا او نستهزأ باي دين تاني. الشيخ الشعراوي رمز من رموز العلم، كل 100 سنه على ما بتلاقي واحد زي الشعراوي ده. بينهم وبين بعض هي اللي ولدتها. لا يعني خلينا بس نقول ان الوقائع اللي حصلت خلال الاسبوع الماضي والتي تعلقت بشخص الامام الشعراوي هي التي فتحت الباب لجدال في الشارع. سوقت القصه الاخباريه كما يقول الاستاذ علاء وهو استاذنا على انها اهانه للشيخ الشعراوي، هكذا سوقت اخباريا. ما هو يعني عشان انا بس بوضح ما الذي حدث. انا اعتقد ان التداعيات وانتشار المقطع اللي حصل فيه هذه القصة، وبعد كده فكرة ان بعض علماء الدين ابتدوا يتدخلوا وبعض الاطراف ابتدت تتداخل، اعتقد هي اللي كبرت المسألة. طبعا انا ما اقدرش، طبعا لازم طبعا الوم بعض المنابر اللي هي يعني للأسف وسعت هذه القصة وكبرتها، فعشان كده في نائب برلمان اتحرك وعمم القصة. الموضوع مش متعلق بكده، الموضوع متعلق. يعني انا اللي عملت القصة؟ لا مش قصدي حضرتك، قصدي النائب حمروش، يعني قصدي في النهاية التفاعل. بالعكس هو يشيد به انه تحرك انا التفاعل. بس الفكرة حضرتك ان يعني احنا زي ما بنتكلم على فكرة ان الاعلام، بعض الاعلام اخطأ، فبعض الاعلام اخطأ في هذه القصة، لانه زي ما حضرتك انت النهاردة اخترت ضيوفك على اساس اعتقد انه اساس موضوعي. انت عايزه هنا نوصل لنقاش موضوعي حوالين فكره الاهانه دي، هل هي فعلا هل ممكن تجرم ولا لا؟ هل هي قيد على حريه الراي والتعبير ولا لا؟ فانا شايف يعني ان المساله في النهايه ان الموضوع كان في اطار سياسي، واعتقد انه مفترض نبتعد عن الدين تماما، لانه للاسف احنا حطينا كده كان احنا مع اهانه الشيخ الشعراوي، احنا ضد اهانه الشيخ. بالظبط. طيب انا عايز اخد الموضوع لاطاره.